ولهم في الحشر أعلى الدرجات. فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. الله صل على محمد. هم آل ميراث النبي إذا اعتزوا، وهم خير سادات وخير حماتي إذا لم نناجي الله في صلواتنا. بأسمائهم لم تقبل الصلوات. الله مولاي مولاي ومولى الكونين ونور العينين وجمال الخافقين، يا أبا الحسن يا علي. مجلس لا يذكر فيه علي لا خير فيه من مجلس. مواهب الله مواهب الله عندي جاوزت أملي وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي. الله لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والدون أبويه موجودين يسأل الله لهما طول العمر والبقاء، وإن كانا متوفيين فليترحم عليهما هذه الليلة. وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من الوصف قدركم، ومن المدح كنهكم فأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث
وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهام ويكشف الضور وعندكم ما جاءت به رسله وهبطت به ملائكته وإلى جدكم محمد بعث الروح الأمين. أبارك لكم أيها الأحبة وللأمة الإسلامية جمعاء حلول هذا الشهر المبارك الفضيل شهر رجب الأصب شهر الولاية